يقول السائل: هل يجوز الجمع بين صيام كفارة اليمين وصيام الست من شوال بنية واحدة؟ لا، ما يجزي هذا، ما يجزي انك تصوم الست من شوال وتقول هذه كفارة يمين. الكفارة اليمين تصام وحدها، والست من شوال تصام وحدها، لأن هذا غير هذا. نعم، يقول الكفارة السائل: صومها واجب، وست من شوال صومها مستحب. نعم،